طيب شكرا جزيلا يا اخ احمد لكم التقليد. بالنسبه لسؤال الاخ كمال، ان المحكمه الجنائيه لا تعتبر انها مختصه بالقضيه بتاعت كتبان. المحكمه الدوليه مختصه، او نحن بنكون مشمولين من ضمن اختصاصات المحكمه الجنائيه الدوليه. ما الاختيار الاربع شهداء بس لانه من اختصاصات المحكمه انها تتولى الامر في جرائم الاباده الجماعيه والجرائم الموجهه ضد الانسانيه. في جرائم الاباده الجماعيه من ضمن تعريفات الاباده الجماعيه في التعريف بتاع انه هي الافعال التي ترتكب بقصد اهلاك جماعه قوميه او اثنيه او عرقيه او دينيه كليا او جزئيا. الفقره ج بتقول اخضاع الجماعه عمدا لاحوال معيشيه بهدف اهلاكها. الان هذا لو شفنا وادي حلفا بعد ما هجروهم لمنطقه خشم القربه عايشين تحت ظروف سيئه جدا، الظروف المعيشيه سيئه والظروف الصحيه متردية جدا، سرطانات منتشره، عندهم امراض وبائيه موجوده زي الملاريات والبلهارسيا. فبين عايشين في ظروف بتاعت انهم كجماعه لو بيكونوا موجودين ده ظروف معيشيه سهله. الخزان بتاع خشب القربه امتلا كليا بفعل الاضمار، الظروف الصحيه سيئه، فدين بيتعرضوا لظروف بتاعت اهلاك. بنفس الكيفيه نحن لو هجرنا حنكون نحن كقوميه نوبيه لو هجرونا لمناطق ثانيه برضه حنتعرض لمثل هذه المشاكل. من الجرائم الموجهه ضد الانسانيه إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. هذا يحدث، ما الذي سيحدث في منطقة دار وجبال حيكون إبعاد قسري، لأن المواطنين بالأغلبية مش الأغلبية كمان بنسبة غالبا 100% رافضين إقامة سدي دار وجبال. فإذا أنت لو رحلتهم بتكون رحلتهم أسرا من مناطقهم. إذا المنطقة مشمولة ب أو المحكمة مختصة بجرائم موجوده. نعم السودان ما موقع على الاتفاقيه بتاع جنيف او الميثاق بتاع جنيف روما، انما عن طرق اخرى الناس تستخدم كل الطرق انها توصل القضيه لمكتب حقوق الانسان وبالتالي يحيلوا الى مجلس الامن ويحولوا الامر للمحكمه الجنائيه. الواقع سؤال الاخ حسن طه بخصوص تفريغ المنطقه. الواقع مرير جدا في المنطقه. دكتور محمد جنان قاعد امشي المنطقه كثير، وانا من سنه 96 لحد ما جيت هنا كنت متواجد بصفه مستمره في المنطقه. نعم المنطقه بتاعتنا تعتبر من اكثر المناطق الامنه انك تعيش فيها، وممكن تعيش فيها حياه سلسه جدا. وانا اقول حقيقه كنت مستمتع بحياتي لمده 13 سنه، انا عشت اجمل فتره حياتي في الولايات الشماليه. بس كمان ابسط مغامرات الحياه ما موجوده. يعني النواحي التعليمية متردية جدا، غالبية المدارس بتستعين بمعلمين من غير المعينين في وزارة التربية والتعليم، بيدفعوا لهم رواتب من عن طريق الناس اللي قاعدين في الخارج بالنسبة للمواد الأساسية وبيدرسوا هناك. المستشفيات الموجودة هي الثلاثة الأربع مستشفيات الموجودة، لو ملاحظين في الإنترنت بتشوفوا الحياة الخاصة بوادي حلفا اللي هي تعتبر المحلية بتاعتها كانت المستشفى الرئيسي في وادي حلفا متردي جدا، فبالتالي المستشفيات الموجوده في المناطق الباقيه في عبري ولا في تلقو ولا في فريق وفي ترعه في اغلب الاوقات حتى ما بيلقوا الطبيب العمومي بيخليك منه وبيلقوا اخصائي ولا كده. الاخصائيين صوره يعني يمكن في مستشفى حتى في اخصائي بتاع امراض نساء ولاده، وتاني بعدك ما في اخصائي. الموجودين اطباء عموميين، حتى الاطباء العموميين ما بتلقاهم طول السنه، والخدمات مترديه جدا. بالنسبة للأخ جمال محمد بيتكلم عن عدم وجود دراسات من جانب الحكومة المناهضين. إخواتنا إحنا المناهضين قدمنا مسوغات ربطنا لسدود بصورة كاملة، لأن الفرصة ما كانت كافية إنه الواحد يتكلم. وأكيد أنا ما يعني ما حضرت المحاضرة بتاعت الدكتور جلال المرة اللي فاتت، ولكن بيقول يتكلم في مسوغات ربطنا للخزانات دي. ولكن إحنا أساسا طالب الحكومة هي الجهة المتولية الأمر، هي المفروض تقدم الدراسة. نحن ما مطالبين مننا نقدم مسوغات ربطنا. الحكومه في المقام الاول، ونحن بالمناسبه مشينا اجتمعنا مع الوالي مع عبد العوض قال لنا يا اخواننا انا دايركم، نحن حنجتمع المره الجايه، نحن حنجيب خبراء
بتاع السودان، وتجيبوا ناسكم وتتعلموا انتوا الحمد لله شنو؟ احنا كنا لا احنا ما مكلفين ان نجي نقول لك الحمد لله شنو؟ انت تعال وريني انت داير تعمل يا سيدي شنو؟ احنا بعد ذلك بنفند لك. نحن راضين السودان شنو؟ في المقام الاول لو في زود اريحت بيتك ما بيقول لك يا اخي هذا اريحت بيتك انت راضي شنو؟ بيوريك بيقول لك انا اريحت بيتك يا جيت وكذا وكذا. بعد ذلك احنا بنفند. ولكن احنا برضه ما انتصرنا. ولكن فندنا. تفنيدنا وبنينا حاجاتنا على حاجات موجودة في السودان في واقع موجود عايشينه غير ان السدود دي عمليا يعني بقت منبوذة دوليا ولكن في واقع احنا عايشينه عشناه في وادي حلفة وعشناه في امري والمناصير وعشناه في كالبار نحن لمجرد ان قلنا رافضين يا اخي ضربونا بالرصاص مجرد ان قلت لهم انا رافض ضربوك بالرصاص فدار بعد انت من كده شنيعه وبرضه صراحة الحاج يتكلم انه نحن الهدف الاساسي ان لازم يتكلم في الشهادة دون السد. انا عمري الليلة غالبا 40 سنة وعايش في المنطقة يعني فترة بسيطة انا كنت برا ولكن ما شفت اربع عناقيد مرفوعة دفعة واحدة الا 18 الا 14 سنة. كيف ما اتكلم عن الشهادة؟ دي الخيرة شباب المنطقة. والله انا كنت موجود في الصفوف الاماميه ما كنت متخيل بسمع صوت الرصاص ولكن ما متخيل انه في ناس قاعدين ضربوا الاموال ورموا البومبا وصلنا للعليا ورا انا ما تخيلت انا حد هسي انا ما مستوعب العمليه اللي حصلت كيف يعني نعم في دارفور قاعدين يقتلوا ناس كتار في الجنوب في قتل كثير جدا جدا ولكن يبدو لي المنطق بتاع دارفور والجنوب رغم انها مناطق مهمشه وبيعانوا زينا ولكن الحروب في مناطقهم برضه موجوده من بدري نحن مناطقنا يعني لفتره طويله جدا جدا يعني حتى لما الاستعمار جاء وجاءت التركيه وكذا ما كانت منطقه بتاعت نزاعات نحن ما كنا بنازل ما كنا بنحارب نحن ناس امنين ناس ما بنشوف الدم الا في الضبيحه فما بالك لما تشوف اربعه بيموتوا ونحن نحن السته بالمناسبه السته بالنسبه لنا اللي من 13 سته سد كلبان انتهى بالنسبه لنا سد كلبان لو انتهى باستشهاد الاربعه دي 13 سته نحن دفناهم نحن بقينا نتكلم عما بعد 13 سته اذا السد بقى امر واقع نحن برضه في الحين عندنا حيكون عندنا كلام اخر، لان السد بالنسبه لي انتهى، نحن ذلك بعدين نتكلم عن الشهداء، اما سد الباب فلكل حارس الحديث، شكرا جزيلا. شكرا اخ. شكرا انا ما افتكر ما في زمن لكن يس او التاتش ابونا النقاط فيما يتعلق بنقطه اللي قالها بكر انه انا قلت الاحزاب اقول استصحبت الاحزاب، انا قلت لم افاوض الاحزاب الكبيره. المفاوضات التي كانت جرت برعايه دوليه كانت مع قوى لم يكن لها وجود قبل 25 عاما، هذا ما قلته. اما الاحزاب الاخرى الكبيره فهي مفاوضات مباشره معهم جابوهم خطوهم دخلوهم ونسوهم بعد ذلك. بالتالي انا بقول في عامل جديد للتغيير الناس يضعوا في الاعتبار. وده برضه بيراجع في سؤال اللي قدام بيجاوب. الاخ بلال في ربط الوضع مع قضيه الكبار انا تكلمت عن التغيير الديموغرافي. وما حبيت ادخل في الديتيلز، قلت في تغيير ديموغرافي في دارفور جابوا العرب المحامين في شمال السودان وفي الدلتا القاش وطوكا هسه نزعوا الاراضي من البيجر ادوهم لشركات مصريه. بالتالي في الشمال والشرق في احداث سكاني جديد تغيير للتركيبه الديموغرافيه. فاذا كان الحدث في دارفور ادانا حرب اهليه في الشمال حدينا حرب اهليه وفي الجنوب حدينا حرب اهليه. عشان كده انا ربطت كله وزي ما قلت لك الزمن ما كان بيسع عشان امشي وين كان في كتابات انا كتبتها موسع فيها. اما عن المحكمه الجنائيه الدوليه نعم انا فاهم وجهه نظرك كويس. مش لانه المحكمه بتحاكم في هذا الكيس لكن اساس الايداع اساس ايداع الشده طول ما السودان ما موقع ما ممكن يودع اللص يحارب مجلس الامن دي الطريقه الوحيده لكن في ثغره الان انه اوكامبو عشان يقوي الكيس بتاعه يمكن ان يمشي من مجلس الامن ويشيلوا الشكاوى ثانيه ومن هنا تاتي القيمه بتاع مؤتمر ناس البيئه لما يشتكوا في قتلاهم وناس لما يشتكوا لانه اوكامبو حيمشي لمجلس الامن يقول لهم شوفوا ما يزنوا كل دارفور از افري وير نظام نصر نظام دولي و و و ومجلس الامن يقول شنو اوكي ادرك هذه القضايا كلها ويدوه وهذا بالتالي القانون زي ما انت عارف انت صور قانوني صحيح ابسولوتلي ابسولوتلي مش لانه ما في جهه ممكن النقطه بتاعت الخبراء المصريين دي الخبراء مركز الاهرام ومصر لديها خبراء
كبار جدا في الشعب السوداني، ولكن هؤلاء الخبراء ليس لهم عمل سوى نصح الحكومة المصرية في كيف how to make use of the misfortunes of the Sudan. كيف يستغل الوضع السيء في السودان والأنظمة الدكتاتورية المتداعية والمنبلشة زي الإنقاص to make concessions واتفاقية زي نظام عقود زي نظام الميري شالوا الحلايب وشالوا كذا وليهم اللي لما رجعوا هسي يشيلوا وهكذا. دي هو مستشارو الشيطان. وأنا في دراستي قلت إنه ده نفس حكومة مدخل لتفكيك مصر ليترون وده ما هو مرسل. فأما في التصرف الأراضي السودان أعلن